هذا موبايل صرصور، أوكي؟ موبايل كنا عندنا موبايل صرصور، بس هذا الموبايل أتمنى هذا الموبايل يصير بس عند البنات، لأن البنات مع الأسف مع الأسف أكو بنات عندهم موبايل كاميرا وما مستغل الموبايل بصورة صحيحة. مع الأسف اليوم مو كل البنات، بعض البنات. أتمنى من الأهل البنية يعطونها موبايل صرصور وما يعطونها موبايل بالكاميرا. أول شيء الموبايل بالكاميرا بميزات كلش مو حلوة، وراح تخلي عندنا معظم البنات مع الأسف اليوم مستغلات الإنترنت وبصورة لا أخلاقية وبصورة غير جميلة. مع الأسف أني من جاي أحكي بهذا الموضوع، بس هاي رسالة وأمانة برقبتي وأمانة برقبتكم. من تجيك بنية وتقول لك أنا أحب بنية وأريد أخطبها لهنانة، راح يوقف عقلك. وأتمنى تخلي لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس وتوصل على الحلقة أكثر من 20,000 لايك. والقصة كلش غريبة، تروي لي أحد البنات تقول تعرفت لي على بنية، وهاي البنية وياي بالمدرسة، وهاي البنية كل جميلة وآل بنية جميلة، وتعرفت عليها كصديقة وتقول دائما المدرسة دائما شيء تعارف بين البنات، وبنية تتعرف على بنية كصديقة، فتعرفت على هاي البنية وهي تعرفت عليها، وصار بيناتنا واتساب وفيسبوك، وبقينا نحكي كاثنين صديقات على الدراسة وعلى الفكر مال الدراسة وعلى شنو راح يجيب الامتحانات، فبقينا نتطور وأسرارنا جهت نحكي واحدة للثانية تحكي أسرارها. وذيش قالت لي يوم من الأيام، قالت لي شحجة بنت بنية جميلة وما عندك حبيب، وأني سألت لها نفس السؤال، وذيش قالت لي أنا ما أقدر أحب الولد، وأنا قلت لها ما أقدر أحب الولد. وذيك جاي تسولف علي تقول لي أنا أطب على مواقع هيك وجاي أطب على فيديوهات هيك. فاليوم مع الأسف إحنا نرجع ونكرر ويقول مفروض من الأهل مراقبة. ترى مو عيب، والله مو عيب الإنسان من يراقب الموبايل، وترى ما بيها شيء لبنية من يجي شخص يطلب موبايلها يراقبه. أنت الشكبية؟ لا مو قصة الشكبيج، بس المراقبة أهم شيء المراقبة. جوز أنا غلطان، جزء أنا مسوي الشغلة غلط وما أعرف بيها، وهذا الشخص من راح يجري بيها راح ينصحني وقل له هاي الشغلة اللي مسويها أنت غلط وأب الغلط ولا تسويها مرة ثانية، ويعلمني وينصحني لمصلحتي. بس اليوم هواية ناس ما جاي تراقب، فتقول جاي تحكي وياي تقول له طبعا عليه مواقع وعليه هيك أفلام، ودزت لي فيلم مال بنية تحب بنية، وشفت الفيلم كله وزرع ببالي الشيطان أفكار لا أخلاقية. وذيك احترفت لي وقالت لي يوم من الأيام قالت لي أنا أحبك، وهنا تقول أنا قمت أدق على رأسي، قلت لها حب كأخوان حب كصداقة؟ قالت لي لا أنا حبيبك وأنت حبيبتي. فتقول هي ريت تاخذ شنو، تاخذ دور الولد وأنا دور البنية. فقشمرتني وجابتني بالسوالف وحبيت هاي البنية، وعشنا ككبل، يعني بنية تحب بنية بس هاي البنية كرجال وهاي كبنية، يعني ذيش ماخذ دور الرجولة وهاي دور الأنثى، يعني صارت شلون ولد يحب البنية. فأتمنى هاي الرسالة توصل كل بيت عراق، والمراقبة من الأهل مع كل الأسف. فتقول قمنا وحدة تحب الثانية وما تنام ذيش إلا على انفاس، وأنا ما أنامن إذا ما أحكي وياها، وبقينا نحكي ونروح للمدرسة. يجني الشابة يقول حلم جاي أشوفها شبكها، تقول جاية مين، جاية من الغربة، مشتاقة لها، تقول أحبها موت موت، يعني تقول يعني شو نوصلكم ياها، تقول أحبها يعني روح من الدنيا هاي البنية. فتقول وصلت مرحلة تعلقنا كلش بالزايد، قمنا يعني وحدة تحب الثانية وحدة تموت على الثانية، صار بناتنا هدايا، نتخابر كاميرا، قمنا كلش نسوي يعني اللي يخطر ببالكم، يعني والله العظيم مع الأسف، بس احنا هاي أمانة برقبتي، وأتمنى تخلي لايك وعلى مود هاي الأمانة توصل كل بيت. والمراقبة المراقبة غصبا على كل إنسان يراقب، غصبا على كل إنسان يراقب، لأن إحنا بزمن مع الأسف اليوم الزمن عدم مراقبة ماكو، والغريزة مسيطرة على الولد ومسيطرة على البنية، وهاي أمانة. فتقول قمت أحبها وتحبني وأموت عليها، وجدتي طرحت عليها هذا الموضوع، لأن تقول أنا جاي يصير لي مشاكل هسه، لأن هسه أنا كل إنسان يريد يجي يخطبني أرفض هذا الشيء، وما أريد أتزوج ولد، ومن أشوف ولد قدام عيني أشوفها ملك الموت، ما أريد الولد، أريد هاي البنية، لو هاي البنية تتزوجني لو ماكو. والله العظيم من قالت لي قمت ارجفاني، صدق خفت صراحة، غير خفت يجي مع الأسف، مع الأسف الله أنا عبال ولد ناصب علي، بس من خابرتني وسمعتها بذني قمت أدق على رأسي. فبذيك الساعة أنا طلعت روحي يعني كرهت كل شيء بإنترنت، فقلت لها أنت ما متقربة من الله سبحانه وتعالى، روحي سبحي وروحي صلي وذكر الله وسمع قرآن وقل يا رب عفوك ورضاك، ويعني وأغلاطك ذني نسيهن، عم أنت بنية والبنية الشرع يقول تزوج ولد، ما قالوا البنية تزوج بنية. فهاي كانت الرسالة، الرسالة مالتنا الكل بنية أو يسوي شغلة غلط وأهلها ما راقبوها
وما قالوا لها شغلة غلط أو أهلها ثاقين بيها ومطينها موبايل ومحترمينها وجاي يسوي أشياء غلط وتنزل سمعة أهلها حتى لو بينها وبين حبيبها حتى لو بينها وبين صديقتها، الله موجود ترى والله يشوف. فوالله العظيم ما راح توفق بحياتها وراح تعيش حياتها كلها عذاب. فوالله العظيم كل إنسان بعيد عن ربه وما يذكر الله، لا أذكر ربك وصلي، كل ما تتقرب من الله الله راح يحبك وأنت عبده والله ما راح يظلم عبده، بس كون هذا العبد مطيع ويحب ربه ويصلي ربه وما يكفر وما يكذب وما يطب على شغلات لا أخلاقية وما يتجاوز على العالم. إحنا ما أقول لك أنا أنت صير معصوم من الغلط، لا، بس أنت مبين الشغلة اللي ما تريد العصبية ومبين الشغلة المحبوبة للناس ومبين الشغلة اللي أرفع بها سمعة أهلي، ما أجيب شغلات أنزل سمعة رأس أهلي. فهي رسالتنا لكل إنسان، دير بالكن يا بنات، دير بالكن يا بنات، ترى اكو بنات لا تعرف الله ولا تعرف امام ولا تعرف صديقه، والله العظيم تاخذ اكو بنات والله العظيم ديحكي لي والله العظيم ياخذ نصور من صديقاتهن ويبيعن بهن بيع، او اجيب لك هاي بكارته بالعشره، اجيب لك هاي بكارته بالخمسه ويبيعن بالبنات بيع. والله العظيم مع الاسف اليوم، مع الاسف اليوم عندنا بنات ما مراقبه. اتمنى الرساله وصلت واتمنى القصه وصلت واتمنى تخلون لايكات تشتركون بالقناه وتفعلون جرس توصلون القصه لاكثر عدد من اللايكات، واحبكم هوايه وثمان الله.